إذن متابعي الكرام نحييكم ونجدد لكم التحية والترحيب من خلال هذه التحديات وهذه الانطلاقات وشوطنا الرابع الذي يضم فيها طياته أيضا الجعدان المهجنات الأصايل. هنا 6 كيلومترات هي المسافة مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام، لنبدأ مع مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى إلى خلاب لحمد بن الدحبة غزول العامري، يأتي هنا على الصدارة الأولى بينما المركز الثاني هنا التواصل، هناك القدوم أيضا والوصول من نهاب لأحمد بن نصيب بلويع العامري، يأتي هنا على ثاني الأسماء بينما ثالث الأسماء هناك مليح لمنصور بن علي بن سالم العامري، يأتي هنا على ثالث الأسماء المركز الرابع، الوصول والقدوم في هذه اللحظة والتسلل على رابع التحديات في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة. هناك مشاهد العزاء يأتي هنا مشاهد العزاء يأتي هناك شعار ولا لبس النعيمي ولا منصور لاخذ ذي، ياتي شعار ايضا هنا متابع كرام منصور بن حمد بن رامس الوهيبي يقدم لنا ايضا هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسه من خلال هذا التحدي مشاهدي الاعزاء متابعينا الكرام، ياتي في هذا التحدي ايضا شعار بن رامس نعم بالفعل من خلال هذا المسار بينما هناك الدخول إذن متابعينا الكرام ناخذ المركز الخامس في هذا المسار وهنا أيضا شعار عوض بن محمد بن سعيد العفاري يقدم الشامخ في هذا المسار بينما هناك الدخول والوصول أيضا هناك متابعي الكرام شعار أحمد بن مبارك بن سعيد الشامسي يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه المنافسة الرائعة والجميلة من خلال هذا المسار يقدم لنا داهي في هذا التحدي بينما هناك القدوم والوصول أيضا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام على أيضا هناك أيضا الوصول من هذا الشعار الرائع والجميل شعار بصقوح يتواصل في هذه اللحظات مع معز محمد بن خزع بن محمد بصقوح العامري، يأتي في هذه اللحظات ويتواصل من خلال هذا المسار، ناخذ اللي قادم في هذه اللحظة والمتواصل بهذا الانطلاقي وهذا الاندفاع على ثامن الأسماء
الأسماء يقدم لنا أيضا هذا المسار على ثامن الأسماء. محمد بن سعيد بن حاتم العامري يقدم هداد على المركز الثامن، ناخذ المركز التاسع والقادم في هذه اللحظة والمتواصل بهذا الأداء راهي لحمد بن سالم بن حمد بن طبع العامري، بينما المركز العاشر هنا مذهل لخليفة بن محمد بن سالم الدرعي. هذه النتيجة متابعي الكرام للعشرة الأسماء المتقدمة الأولى. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول. دعودك وش اسمه دعودك؟ مسجل دمعة، مسجل دمعة فارس. اوكي اوكي إذن متابعي الكرام، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط بعدما أكملنا النداء للعشرة الأسماء المتقدمة هلولة. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى خلاب لحمد بن الدحب بن غزول العامري، يأتي في هذه اللحظات مقدما لنا خلاب هنا على الصدارة باحثا عن نقطة ثانية بعدما قدم لنا ناصي. هناك مشاهد الأعزاء يقدم لنا خلاب في هذا الشوط. ثانيا يا هناك القدوم في هذه اللحظات أيضا من هذا الشعار، شعار عرقود منصور بن علي بن سالم العامري يقدم لنا مليح في هذا المسار على ثاني التحديات، بينما ثالث الأسماء هنا الدخول والوصول في هذه اللحظات. مشاهدين الأعزاء متابعي الكرام، من نهاب لأحمد بن نصيب بالويع العامري، بينما هنا الفارس لمنصور بن حمد بن محمد بن رامس الوهيبي قادم في هذه اللحظات. هناك الوصول أيضا على خامس الأسماء، ياتي الشامخ لعوض بن محمد بن سعيد العفاري، يتواصل شعار بالدبية هنا من خلال هذا المسار، بينما هناك الدخول والوصول على سادس الأسماء، ياتي هنا معزم لمحمد بن خزع بن محمد بن صقوح العامري، ياتي في هذه اللحظات ويتواصل من خلال هذا المسار. ناخذ المركز السابع، هناك الدخول من راهي حمد بن سالم بن حمد بن اطبع العامري، وصلت الأسماء، ووصل أيضا شعار بن حطم، وهنا وصل شعار خليفة بن محمد بن سالم الدرعي والأسماء القادمة. هناك أيضا الشهم لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي هنا قادم في هذه اللحظة، متواصل بهذا الأداء. ولكن هناك أحد الأسماء الرائعة وأحد بنوك الإنتاج، أحد بنوك الإنتاج الفاخر الذي دائما ما يأتي في المقدمة، دائما ما يأتي مع الإبداع. هنا متابعي الكرام شعار الدحبة بن غزول العامري يقدم لنا هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الرائع والجميل متابعينا الكرام من خلال هذا التحدي. وهذا هو خلاب، خلاب خلاب خلاب، وحمد بن الدحبة بن غزول العامري هنا يقدم لنا خلاب على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول وعلى التحدي الأول. ما شاء الله، بلا منافس ولا منازع هنا متابع الكرام على المقدمة الأولى، يسيطر هنا متابع الكرام، يقترب من خط النهاية، يقترب من النقطة الثانية لهذا الشعار. سلام
سلام بن غزول، سلام سلام بن غزول، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. مقدما هنا خلاب حمد بن الدحبة بن غزول العامري المركز الثاني. كان هناك متابعينا الكرام الوصول على ثاني الأسماء، هناك متابعي كرام والقدوم أيضا من مخلاب، هناك متابعي كرام لعماد بن غريب بن سعد الجنيبي أتى أيضا على ثاني التحديات، بينما المركز الثالث كان هناك أيضا نهاب لأحمد بن نصيب بلوى العامري. رابعا المركز الرابع كان الدخول أيضا هناك من هيف لمنصور بعلي بن سالم العامري. خامسا المركز الخامس كان الدخول من الشهم لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي. إذن عودتنا بالتهنية والناموس لمن قدم لنا هذا الأداء الرائع والأداء الجميل متابعينا الكرام، مع أيضا خلاب حمد بن الدحب بن غزول العامري. تهانينا له والناموس على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت الزمني لحظة الوصول 9 دقائق 28 ثانية 16 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.